طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السام الرأي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. طبعا تنتهي في 23 من هذا الشهر، شهر ديسمبر كانون الأول الحالي، المهلة الأمريكية التي منحتها واشنطن إلى الحكومة في العراق في 8 من شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ضمنت السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران لمدة 45 يوم في استثناء من العقوبات الأمريكية على طهران. إلا أن العراق لم يعلن موقفه بوضوح بشأن هذه المهلة، ما يعني بأن بغداد ستجد نفسها بعد نحو 3 أسابيع أمام أزمة سياسية حتمية. أما مع طهران في حال امتثلت لعقوبات واشنطن، أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال انحاز العراق للموقف الأمريكي. هذه الأزمة ستكون الاختبار الخارجي الأول لحكومة عادل عبد المهدي. في هذا السياق تحدث نواب منهم عضو البرلمان عن تحالف الفتح محمد كريم، قال بأنه لا يمكن للعراق أن يصطف إلى جانب واشنطن فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أضاف في حديث مع صحيفة العربي الجديد بأن العراق دولة، كما يقول بأن العراق دولة ذات سيادة لا يمكن أن تخضع للإملاءات الخارجية. تابع كريم بأن العراق لا يمكن أن يتخذ أي موقف سلبي من إيران مهما كانت النتائج. توقع بأن يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخلق الأزمات مع العراق والدول الأخرى. كذلك استبعد كريم استجابة العراق لعقوبات واشنطن على طهران والتوقف عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران بعد انتهاء مهلة 45 يوم. أكد بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية هما المخولتان لاتخاذ القرار وليس ترامب. أضاف: لسنا منضوين في المحور الأمريكي كما يقول، وتربطنا علاقات حسن جوار مع جميع الدول سواء كانت إيران أو غيرها. وكذلك يعني تحدث بأنه يرفض السياسة الأمريكية التي أكد بأنها ترمي لتجويع الشعوب بضمنها الشعب العراقي. طبعا تحدث كثيرا حول هذا الموضوع، وقال وأضاف بأنه الحكومة في العراق، الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، قادر على اتخاذ القرار المناسب الذي لن يكون خاضعا للموقف الأمريكي. وأشار إلى وجود أصوات داخل الكونغرس الأمريكي رافضة لعقلية ترامب التي وصفها بالمتهورة. أوضح بأن تلويح واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقراراتها ضد طهران أمر غير مهم بالنسبة إلينا كعراقيين، كما قال.
لافتا إلى أن الشعب العراقي سبق أن ذاق ويلات الحصار الأمريكي في تسعينيات القرن الماضي، وتحدث بأن أعضاء كتلته كتلة الفتح في البرلمان لديهم توجه نحو فتح القنوات الدبلوماسية من أجل إبعاد العراق عن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو استدرك بالقول إلا أننا سنقف بوجه الأمريكيين إذا تطلب الأمر ذلك. طبعا هناك حديث كذلك عن فتح ملفات من قبل برلماني. ما هذه الملفات؟ يعني يؤكد برلمانيون في العراق بأن المواجهة مع واشنطن لن تقتصر على موقف العراق من العقوبات المفروضة على طهران. في هذا الإطار أكد عضو البرلمان أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مهدي تقي في تصريح صحفي بأن مجلس النواب بصدد فتح ملف شركة بلاك ووتر الأمريكية التي قتلت 17 عراقيا في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد عام 2007. أوضح بأن البرلمان يعتزم فتح جميع ملفات الجرائم الأمريكية التي ارتكبت بحق الشعب العراقي كما يقول، وطالب واشنطن بدفع تعويضات مالية ومحاكمة المتورطين بالجرائم، وأكد بأن بلاده ستستخدم جميع السبل التي تحفظ حقوق الضحايا. طبعا هذه النقطة نخلي عليها أكثر من سطر. الآن يريدون يفتحون ملفات جرائم الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. طبعا معروف أنه في عام 2007 يعني شهد مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 17 مدني قتلوا بنيران شركة بلاك ووتر الأمريكية التي أطلقت النار بشكل عشوائي على السيارات والمارة، فيما أعلن قاضي محكمة الجزاء الأمريكية في واشنطن عن تأجيل الحكم بحق المتهم الرئيسي بالقضية الحارس السابق في شركة بلاك ووتر نيكولاس سلاتن. جاءت إثارة هذه الملفات القديمة والجديدة مع واشنطن بعد زيارات متكررة قام بها مسؤولون إيرانيون إلى العراق خلال الأيام الماضية للإطلاع على موقف بغداد النهائي من العقوبات الأمريكية على إيران. أكد مصدر في وزارة الخارجية بأن مسؤولين إيرانيين التقوا خلال زياراتهم سياسيين وموظفين حكوميين ناقشوا معهم موقف العراق بعد انتهاء مهلة 45 يوم. أوضح بأن الجانب العراقي لم يكشف إلى غاية الآن عن موقفه النهائي، إلا أن التوجه العام يسير باتجاه عدم الانجرار وراء الرغبة الأمريكية وإبعاد العراق عن سياسة المحاور كما يقولون التي يريد ترامب فرضها في المنطقة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم عيوني. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن، الله يبارك في حضرك. قدامنا 3 أسابيع أمام المهلة اللي طتها واشنطن للعراق. واشنطن استثنت العراق لمدة 45 يوم بأنه يستورد مواد غذائية غاز وقود من إيران لمدة 45 يوم فقط. إحنا بعد 3 أسابيع تنتهي هذه المهلة، الجماعة بعدهم متمسكين بإيران خاصة قائمة الفتح. أخوي العزيز مصطفى، عمر معك. عمر أخوي العزيز في نور عينك. نعم. أخوي عمر، هذا كله فيلم على العراق، هاي تسوي عتاد العقوبات على أمريكا، على إيران، يعني نبذوها. نعم. هم دولة تابعين لإيران، فراح تصير كارثة بالعراق، يعني على السعود، يعني هم ينفذون العقوبات، راح يقع فيها من الشعب العراقي. هذا كله فيلم. هسه راح تصير ضحايا بالخطة هاي الأمريكية عشان ما العقوبات. هم يعرفون تابعين لإيران، هم الأمريكان جابوهم من العراق لتبني تدمير العراق، إخفاض نفوذ العراق. يا أخي يا ساح، أنا يعني هالبلد هذا يعني واصل لمرحلة اللي ما تحتمل. أنا بس بدي أقول كلمة للعراقي إذا تسمح لي أخوي عمر. نعم. تسمح لي قلبي؟ تفضل. عيني عمر، الله يخليك. عيني عمر، النبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله يا أخي هذا رجل نابغة، يعني فدوى العينه، فدوى التراب. أتمنى أصير نعال جو ورجله، يعني لما سوات إرهابي، ثم سعوا الأمهات المؤمنين، ثم سعوا الصحابة، يعني ما يعرفون هاي مؤامرة على الإسلام، يعني ليش ساكتين؟ أنا بس أبدأ أعرف ليش ساكتين؟ يعني نبينا محمد ما عنده أنصار؟
ما عنده ناس تحبه والله هتخبص. يعني يا مسلمين يا مسلمين لا تحبون نبينا محمد، بدا تشوفون البلاء اللي يصير بالعراق وأمة الإسلام. إذا فاتوا تابعين نبينا محمد سكتوا، صيروا مثل الإسرائيليين، مثل العجم. هذول العجم كفلة والله العظيم، لا يحبون الإسلام ولا يحبون المسلمين ولا يحبون عرض محمد ولا يحبون دينه ولا يحبون معتقداته. فيا أخوان ترى هذا فيلم كله أمريكان وإيران وإسرائيل متفق عليكم، يعني ليش وقت تظلون هيك؟ أنا تسمى دا شوي دا أفكر بالليل، والله دا أفكر بالليل يا مسلمين يا أمة محمد. إذا أنتوا تنتمون النبينا محمد، هذا النبي العظيم، يعني شوفوا قد أساؤله يصفون نور الإسلام. أنتوا لازم تدافعون عن دينه. هاي كل المساعدة يسووا بينا وكل الأزمات يضعفون الإسلام. فأنتوا شلون يعني شلون تقبلون هاي مع العقوبات ومع عقوبات هاي كلها كلاوات؟ والله العظيم يعني يجون أكبر عدد، قتل أكبر عدد من العراقيين ومن الإسلام، مو بس العراقيين، شوفوا الدول الباقية كيتا وعلى اليمن بينهم، لما يعرفون هذول يصنعون أسلحة وما أسلحة. إحنا سوينا لهم، هم طبينا اليمن، هم طبينا سوريا. يا أخوان يا أخوان أصحوا أصحوا أصحوا، دي محمد ما ينباع، والله اللي بيعدي محمد يخسر. هذا النبي العظيم والله أنا ثم زرته والله صحيت عقلت عقلت، يعني الله طاني رحمة، الله بطينا رحمة هذا النبي العظيم. والله عمي من أصير أصير طاب جوا رجله، واني افتخر والله افتخر الى قيام الساعه. فحافظوا على دينكم، حافظوا على قيمه اسلامكم. هذول ترى العجم ترى اقدر منهم ماكو. اقروا التاريخ، التاريخ التاريخ مال العجم، سووا بالمسلمين لعبوا فيهم لعب، كلها فضل السياسيين الحكام مالتهم وكلها يعني بشر بشر ما يتعب. انا والله يا باني انا اقول لك بس شغله اخوي عمر الله يرضى عليك، بس تحملني. نعم انا بس صرت سيد الرسول عليه الصلاه والسلام، والله بعدت مهموم وتعبان والام عندي كوما، بس طلعت من يما شفيت يا امه محمد، شفيت والله شفيت يا امه محمد، والله البي ما يكون يدي محمد خسران، والله خسران طول عمره وما ينفع ما ينفع الندم. يعني ادفع النبي محمد ما كنت ادفع. الله اكبر يا الله، انا بس ادعي ادعي ادعي, أدعي من الله يكون الله يرحم شهدائنا شهداء المقاومه. والله عمي والله عمي ذولك ذولك مسلمين، والله مسلمين ودافعوا كل شيء كل شيء في سبيل الإسلام. شفتوا شلون جابوا الأمريكان، شفتوا المنظمة عزوهم، والله عمي الرحمة كل الرحمة للمشاهدين، الله يرحمهم إن شاء الله رحمة الواسعة، ويجعلهم في عليين يا رب، وروح فدوى رجلهم مو بس داير. والله والله يستر. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. رسالة يقول فيها، يقول إن الأحزاب العميلة لإيران هي من يجب أن تندرج ضمن هذه الأحزاب لأنها تابعة لإيران، لأنهم بذلك يفتحون ملفات مجازر فعلها المحتلان الأمريكي والإيراني بحق الأبرياء. هذه هي سيادتهم لتدمير العراق ونهب خيراته وكثير أمور يريدون فعلها كجرائم القتل على الهوية والطائفية وتشويه سيرة الإسلام بقتل الأبرياء وأفعال الاعتقالات والمخيمات التي تحولت لسجون، والفساد والسرقات تكثر. العراق سيعود ويرجع إلى حضنه العربي الأصيل بإذن الله. مبروك من الإمارات. أبو علي من ديالة، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو يا عمر حياك الله، يا أهلا بك. إحنا بعد ثلاث أسابيع تنتهي مهلة الولايات المتحدة الأمريكية، انقطع الاتصال مع أبو علي من ديالة. نعم، على كل حال المصدر في وزارة الخارجية أكد بأن العراق يبذل جهودا مكثفة للتخلص من الحرج الذي وضعته فيه العقوبات الأمريكية على إيران، مبينا بأن بغداد ترتبط بعلاقات صداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران. طبعا أرى الأساتذة والمحللين منهم في جامعة بغداد أستاذ العلوم السياسية حسان العيداني، يعني قال بأن الاختبار الخارجي الأول لحكومة عادل عبد المهدي صعب جدا، وأضاف في حديث مع صحيفة العربي الجديد بأن عبد المهدي سيجد نفسه بين خيارين أحلاهما مر، فعلية أو فعليه الاختيار بين واشنطن أو إيران، وأوضح بأن ما سيزيد الطين بلة هو عدم مرونة ترامب الذي يمكن أن يفعل أي شيء. بيّن بأن الرئيس الأمريكي قد ينفذ وعيده ويشمل العراق بالعقوبات في حال لم تلتزم بغداد بقرارات واشنطن ضد طهران، وتابع بالقول بأن العراق مقبل على
أزمة سياسية أكثر من كونها اقتصادية، كون العلاقات مع إحدى الدولتين الحليفتين ستتضرر، وأوضح بأن على عبد المهدي أن يبادر منذ الآن بمسألة البحث عن حلول وعدم انتظار ما ستؤول إليه الأمور. طبعا أعلن مسؤولون في واشنطن وبغداد في 8 من الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق يقضي باستثناء العراق من العقوبات الأمريكية على طهران من خلال السماح له بشراء الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوم، واشترط الجانب الأمريكي على العراق تقديم خطة بديلة تضمن التخلص من مسألة الاعتماد على الطاقة الإيرانية. إذن 3 أسابيع تفصلنا عن المهلة الأخيرة التي أعطتها واشنطن إلى بغداد، وهي مدة 45 يوم تسمح، واستثنت العراق من هذه العقوبات لمدة 45 يوم لاستيراد المواد الغذائية، الطاقة، الوقود، الكهرباء إلى آخره. بعد 3 أسابيع تنتهي هذه المدة التي أعطتها واشنطن إلى الحكومة في العراق. اليوم الحديث عن فتح ملفات جرائم الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر المضحك المبكي في نفس الوقت. لماذا الآن يتم فتح هذه الملفات؟ من أجل سواد إيران وليس من أجل سواد عيون العراقيين الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. معنا اتصال أبو مريم من البصرة. تفضل أبو مريم. أبو مريم تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، حياك الله. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. شنو رأيك بالموضوع؟ بعد 3 أسابيع تنتهي المدة والجماعة يقولون يعني سوف نقف مع إيران وعندنا ملفات نفتحها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، دا يخافون بأمريكا. العفو أستاذ عمر، أنا قبل فترة شاركتكم وقلت لك، قلت لك هذه مسرحية. نعم. والمخرج إذا تتذكر ماله أعظم من شكسبير، فهي المسرحية ذات فصول ومشاهد، هاي تابعة إليها. أمريكا وإيران هم المتحالفين على تجميع حراس مثل ما قال اللي قبل الأخذ من بغداد. نعم. أبو حسن إن شاء الله بكين منها. أما أنا بالنسبة إلي أقول ما أركي مناقشة على وضعية حكومة مثلا صار لنا 16 سنة أقعد وقوم شغلة ما كل شيء. يا أخي أعظم انقلاب صار بالعراق ممنوع التجول يومين روح ثلاثة وترجع. نعم. الأمور على مسارها الطبيعي، صح لو لا؟ نعم. ماكو شيء فيهم، يعني 16 سنة احنا ما أقدر أقول كلمات، يعني ما أنا ما أصغر نفسي، ما أقول بالضيم أو لا لا، احنا نلقى بخير إن شاء الله وراس العالي. بس هظيمة هذول يضحكون علينا، يعني هذول حلقة وصل ما بين الأمريكان والإيرانيين وشغلة من جيم منها ما بيها مجال. نعم. فحبيبي هاي فصول، وأمس الحمد لله هذا المخبور بوش الكبير راح ولا إلى نعلة التاريخ. نعم. زين ليش هسه يقول لك احنا عندنا ملفات؟ ماشي ابو مريم، يعني هنا يقول لك احد النواب عن قائمه الفتح يقول، وهو عضو اللجنه الامنيه، يقول لدينا ملفات راح نفتحها على الولايات المتحده الامريكيه، منها جرائم قتلت فيها عراقيين لما كانت القوات الامريكيه موجوده في العراق. يدري ملفات القوات الأمريكية أو لهذول المحتلين، ليش مو ملفاتنا إحنا؟ ملفاتنا اللي صور ونجول ونكتل وزرعيلات وكذا وكلها مغيبية، خذ الدول شديد قريب تحلنا هاي الملفات. نعم. ذاك مو مشكلة، مو مشكلة، ذاك محتل نعرفه شي يسوي إحنا. ذاك يا شعار جوع كلبك يتبعك وفرق تسوت، كلها نعرفه إحنا ودارسينها. أما هذا اللي يعتبر منك وبيك، هذا اللي وجعك، هذا قد يفتح لنا الملفات هذه. نعم. إيه نال عظيمة، يعني هذا ابن جلدتي وابن ديني وابن بلدي على أساس ومحسوب علي، أريد يرحمني. أنا ما أنتظر إسرائيلي أو أمريكي يرحمني، لا ولا إيراني، أنتظر ابن العراق.
اذا اكو واحد يقول انا ابن العراق يرفع الرايه يلا واحنا وياه. صحيح استاذ عمر لولا؟ نعم. ايه فقلت لك هي شغله العوبه ومبينه يعني من هاي المطمطه مال المجلس النواب قعد وقام وكذا. يا عمي احنا اكبر من عليه ترى لا حول ولا قوه ولا نفتيب ايش قاعد يصير؟ يعني دق رواتي ودق افادات ودق للخارج وهم على اساس متفندين بس شنو؟ بارعين ضمائرهم ما حد يسال. وكل مره نقولها اذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت. جزاك الله خير استاذ عمر. وجزاك اني اشكرك ابو مريم من البصره كان معنا، معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم دام وفضلك. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لك يا عمر وتحيه لقناه الرياض وتحيه للاخوان المتصلين والمشاهدين. يا اهلا بك. الله يحفظك. بالنسبه الى الحساب موقف الحكومه على اساس ان الحكومه العراقيه هي لها موقف، هي الحكومه العراقيه هي حكومه تابعه لايران، ايران هي محتله العراق، بالنسبه للحكومه العراقيه هي حكومه ايرانيه تابعه لايران. ولا لا ولا العراقية سيادة بالنسبة ل وقصة الملفات مع أمريكا هذه هي كما تفضلت أستاذ عمر هي مو من شان الشعب العراقي من شان ضغط إيراني على أمريكا. أما بالنسبة للحصار على إيران فالعراق هو تابع لإيران يعني سوف تأثر العراق لأنه الميليشيات الإيرانية هي مسيطرة على الوضع العراقي. والله يحفظ العراق وشعبه الشريف. نعم. أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. رسالة على الواتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول هذه العقوبات الأمريكية ليش أمريكا ما تدري بيهم إيرانيين بالحكم في العراق، هي لعبة يلعبوها على الشعب العراقي، هاي كتلة الفتح مع العامري المجرم كما يقول، كلها عصابات لا حكم ولا بطيخ. يوم الأسود اللي صارت جيراننا إيران حتى الهزة، يعني حتى الهزة من وراها هاي من 2007 هسه يلا تفطنوا. ويقول يعاقبون أمريكا، هي أمريكا اللي جابتهم وجاي يحاكمون أمريكا والجرائم مالتهم، من يحاكمهم؟ يقول يضيف وهو إياد يقول تحيات الحجية من بغداد لكم، مريضة وحابة أشارككم، الله يشافيها إن شاء الله، سلامنا للحجية. رسالة أخرى يقول فيها أنتم بعيدون كل البعد عن الواقع العراقي، إيران جار وشقيق مهم للعراق ولا يمكن استعدائها. الشقيق هو من يكون شقيقك باللغة وهناك امتداد عرقي بينك وبينه. للتصحيح إيران جار، نعم هذا صحيح ولكن ليست بشقيق. يقول لم ولن يرأس العراق شخص يريد أن يفرق بين العراق والجمهورية الإسلامية، لم ولن يرأس العراق شخص يريد أن يفرق العراق والجمهورية الإسلامية. أخي العزيز لا بأس أن تكون يعني إيران مفروضة علينا جغرافيا أنه تكون جارة إلى العراق، ولكن عليها أن تحترم العراق وأن تحترم سيادة العراق وأن لا تتدخل بشؤون العراق. أما العقوبات فهناك دول عظمى شالت إيدها من إيران تريد العراق يتضرر أكثر ما هو متضرر.
دول آسيوية دول أوروبية شالوا غراضهم وشركاتهم وقال لك عمي إحنا لأن العقوبات نتذكر الحصار بالتسعينيات الصار بالعراق علي من إحنا نقاتل علي من نقاتل هنقاتل على العراق لو نقاتل على إيران يعني ما أعرف ليش هذا الاستماتة على 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 أي دولة كانت هي عقوبات عقوبات مفروضة الأمريكان أطوا الحبايبهم في العراق الحكومة اللي جابوهم 45 يوم بعد 3 أسابيع تنتهي خلينا نشوف هل العراق يندرج ضمن الدول المعاقبة التي بحسب العقوبات الأمريكية الدول التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران سوف يلحقها ضرر بعد هذه المدة طبعا بالنسبة إلى العراق وشفنا إحنا كيف تحدث مسؤولون أمريكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يبثته وزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية حددت هذه المهلة وحذرت كذلك من أنه إذا لم يلتزم العراق بعد 45 يوم سوف يتضرر الموضوع مصلحتي مصلحتي أنا ما راح يفيدني أي أحد إذا أنا ما أداري مصلحتي ما حد راح يفيدني أما أن أخلي بلدي معبر وأخلي بلدي سوق فقط إلى إيران حتى الاقتصاد الإيراني يمشي على حسابي وحسابك وحساب المواطن العراقي الفقير وبعدين تنفرض علينا عقوبات لا فهذا الأمر غير مقبول أبدا معنا اتصال أبو ياسين من بغداد فضل أبو ياسين تحياتي لك أخوي حياك الله لك لقناة الرافدين أهلا وسهلا بك أخي أي عقوبات هاي على أساس أمريكا فرضتها على إيران وهي إيران أقرب من إسرائيل لأمريكا نعم. هي إيران فإيران بالنسبة لأمريكا شلون الطفل اللي نايم بحضن أمه مأمن أي عقوبات هاي مجابوها من الستينات لحد قبل الاحتلال لحد الآن عقوبات وعقوبات فأخي إحنا ما لازم بإيران ولا بأمريكا هي أمريكا وإيران وإسرائيل يكرهون العراق وهي أمريكا اللي دزت إيران علينا بالسبعينات لحد الثمانينات وهي أمريكا اللي دخلت إيران علينا قالت لهم هذا العراق هاي طبقة من ذهب اللي انتصر عليكم انتوا طيحوا حظ العراق مع احترامات العراق والعراقيين بعد أخي إحنا ما لنا لازم إحنا علينا بالعراقيين إحنا لازم نظل ننتظر أمريكا إيش وقت تعاقب إيران وإيران إيش وقت تعاقب أمريكا إحنا إيش علينا بس أنا أوجه كلام للعراقيين لا أبو ياسين أخواني. بس حتى للتوضيح نعم. فقط للتوضيح هناك نعم. عقوبات أمريكية على إيران راح تنفذ ما تنفذ الله أعلم هي بدأ التنفيذ يعني أقصد كتنفيذ فعلي على العراق أما هي على إيران نفذت وشفنا إحنا العملة الإيرانية صار بيها وكثير من الشركات والدول سحبت مشاريعها من إيران خوفا من أن تطالها العقوبات الأمريكية إحنا العراق طو 45 يوم العراق الآن يمثل السوق لإيران يمثل يعني العملة الصعبة لإيران هذا الحديث بعد 3 أسابيع تنتهي هذه المهلة التي أعطيت إلى بغداد إذا لم يمتثل العراق سوف يكون هناك حديث آخر نعم نعم أخي هاي عقوبة سطحية صدقني عقوبة سطحية نعم. تدرب إيران هي المسيطرة على العراق يضغطون شوية عقوبة سطحية على إيران على مود إيران تضغط علينا عقوبة سطحية وعمقية أخي هم هدفهم تدمير العراق يريدون العراق كله ياخذ كلام امريكا مو سياسيين السياسيين متين يمهم هم عمال عند امريكا وايران يريدون الشعب حتى الناس ماكو اللي مثل اني وطني اقوم المن يعني اصير امشي ورا كلام امريكا فان شاء الله هذا بعيد واريد اوضح لاخوان العراقيين اقول لهم ما لكم لازم امريكا وايران اذا تريدون الخدمات والاعمار والامن والامان الحقيقي هي هاي الحقيقه اصنعوا ثوره عراقيه وطنيه مسلحه من كل الطوائف وعدم تدخل الاحداث اللي تسمى دينيه والميليشيات الايرانيه وقوموا على هؤلاء احفاد المحتل والله ثم والله هؤلاء هم واحزابهم يشوفون دم اسنانهم ولا يشوفون مواطن عراقي مستقر وهذا كلام اخذوه من اخوكم ابن كل المحافظات من الشمال للجنوب اخي هؤلاء والله حقدهم عميق بدون قياس على كل المحافظات العراقيه هؤلاء الحكام السياسيين اللي يسمون رجال الدين حليبهم ليس عراقي وانما حليبهم فلسطينيه بالميه
اخي اي شبخه شبخوها الى للامام لصالح العراق والعراقيين، هاي راح يصير 16 سنه جيت للعراق من 2003 بلد جميل بمية وكهرباء، وكان ابو الناصريه يروح يشتغل بالموصل وبالانبار يشتغل بالعماره، دمروا للبلد اخويا. احنا ما لنا لازم امريكا وايران، احنا علينا هاي السياسيين يعني والشعب شويه اصحوا، هاي صار 16 سنه العراق دمروه. واني ابشر ايران، اذا مو احنا اللي ورانا ابشر ايران انه اكو حرب قادسيه ثالثه. والله والله خاص قبل الطيارات طبت فوق طهران وصدام حسين طاح رجعوا لا خطيه، لا والله طهران لن تفلشها مثل ما فلشوا بغداد. والله اني يعني لابس الثوب الاسود من الاحتلال لحد الان، والله من اشوف هيك بلدي ليش العراقيين ساكتين وهذا العجمي ابو الوسط يطول ويجول بالعراق؟ ليش العراق ما عنده كرامه والايران عنده كرامه؟ ليش هالذل هذا يا اخواني؟ يا اهل الشمال يا اهل الجنوب يا اهل الشرق يا اهل الغرب، ليش؟ مو هذا بلدكم، هذا تاريخكم وتاريخكم، مستقبل ابائكم سابقا ومستقبلكم حاليا ومستقبل ابنائكم مستقبلا. شويه خلوا لكم تاريخ، انتم يا سياسيين يا عراقيين عيب عليكم. بس ان شاء الله ايران اكو قادسيه ثالثه ان شاء الله بالاجيال القادمه. وانا اشكرك صلت عليك. ابو ياسين من بغداد كان معنا، شكرا لك. رساله يقول فيها اخي فريق كره اذا يخسر مباراتين يبدل المدرب والطاقم، مو 16 سنة نفس الطاقم يتبدل من مركز إلى مركز والجمهور يتفرج وشابع ضيم وخسارة، هذا شلون جمهور يصفه؟ وطبعا هذا الوصف غير مقبول، يقول فيه جمهور رخيص. طبعا بعدين هو يحلف أنه أقرأ الرسالة وكذا إلى آخره، تعميم غير مقبول. يعني إحنا شفنا بالانتخابات الأخيرة ما تجاوزت 18% الانتخابات، وزوروها الجماعة وسووها 44 مع التزوير، يلا وصلوا 44%، فالناس ما راحت انتخبت. يعني أرجو من اللي يرسل رسالة، هناك كثير من الرسائل فيها سب وشتم وفيها كذلك يعني تجريح وعمومية للشعب العراقي، هذا من نقراها لأن ما مسموح بها. أنت إذا تعبر عن رأيك أهلا وسهلا، ولكن بدون تجاوز أرجوك، لأن أنت من ضمن الجمهور، من ضمن الشعب. إذا أنت تتكلم هذا الكلام فأنت من ضمن الشعب، وإحنا من ضمن الشعب، إحنا رافضين هذا اللي دا يصير بالعراق وأنت رافض، فهذا التعميم غير مقبول ومرفوض. أرجو من المرسلين أن يتحلوا بكل يعني أريحية في إرسال الرسائل، وكذلك أن تكون الرسائل واضحة والإملاء يكون واضح. رجاء هناك أخطاء إملائية كارثية لا نستطيع قراءتها، والابتعاد عن التعميم والسب والشتم. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني كل من يقول بأنه بالعراق موجودين سياسيين هو واحد، الكل يعرف اللي يدعون بأنهم سياسيين بالعراق هم مجرد قطع شطرنج تحركها امريكا وايران وقت اللي يعجبها. بعدين هو ليش احنا نستورد طاقه كهربائيه من ايران؟ وين راحت المليارات اللي انصرفت على الكهرباء؟ واللي يقول احنا نرفض الاملاءات الامريكيه هو كل الزين يعرف بان الشريف بيهم هو تابع لامريكا. واللي يقول احنا سنقف بوجه الامريكيين، اقول له اذا انت صحيح رجل اطلع الامريكا وهددهم وقول لهم احنا دوله مستقله ومو من حقهم التدخل بشؤوننا. وهو يعرف لو امريكا تريد ازاحتهم من مناصبهم واعتقالهم ما راح يحتاج لها اكثر من يومين وتقضي عليهم كلهم. يعني تقولون احنا دوله مستقله واللي مسيطر عليكم ملالي ايران، منو منكم يقدر يعارض التدخل الايراني بالعراق؟ يا اخي هسه هي ايران اللي تحكم وبايدها القرار، وقاسم سليماني يصول ويجول بالعراق وماكو احد منهم يقدر يقول له انت ايش عندك بالعراق. وشوفوا هسه شلون ايران مصره على ان يستلم هذا فالح الفياض منصب وزير الداخليه. واذا تم هذا اللي يردوه واستلم الفياض وزاره الداخليه، راح نشوف شلون راح تكثر الميليشيات الايرانيه بالعراق وشلون راح يصولون ويجولون وبدون اي رادع. وكل اللي يقول بأن العراق دولة مستقلة هو يضحك على نفسه.
دولة مستقلة وتنصيب رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس مجلس نواب كلها بأوامر إيرانية؟ شو وقت صار الدولة مستقلة هاي؟ ومن شو وقت أنتوا اهتميتوا بالعراقيين حتى هسه تفتحون ملفات الجرائم اللي قامت بها أمريكا؟ نعم. بالعراق يعني مو لسواد عيون العراقيين. طبعاً إيران. طبعاً أستاذ عمر مو لسواد عيون العراقيين. يعني شنو قابل أمريكا خايفة؟ أمريكا فاتت العراق فلشتها من الشمال للجنوب، ما حد قالها، ما حد قال لها، وجابتهم وخلتهم وفلشت بلدان أفغانستان وغيرها. انتهكت العراق واعتقلت المواطنين وانتهكت الأعراض وماكو واحد من عندهم طلع واعترض ووقف بوجوههم ولا قالهم أنتوا ايش تسوون بالعراق. هذا عمرها يعني هاي فد مهزلة اللي دا نعيش بيها احنا، قاعد يفتحوا لي ملفات جرائم قامت بيها أمريكا هسه بالذات. ليش عود؟ يعني بدل انتم ما تستوردون خضر وفواكه من ايران، يا اخي ادعموا الفلاح العراقي، وفروا له اللي يساعده على زراعه الخضر. احنا ما محتاجين، عرفنا خير من الله وبس، الخيرات مالتها تكفي العراق وزياده. ليش انتم تستوردون؟ وشنو اللي يمنعكم اذا تعاقدتم مع شركات نزيهه لاعاده الطاقه الكهربائيه؟ لكن مستحيل يسووها، لان اولا هم مستفادين من المليارات اللي يحصلون عليها من يتفقون ويا هاي الشركات، وثانيا يريدون ايران تستفاد من العمله الصعبه سواء بالكهرباء او الغاز او الفواكه والخضر وغيرها. وللاسف ما بيهم شريف يطلع ويعترف بان ايران هي اللي تحكم العراق، وهذا شيء واقع. كل العالم يعرف بان القرار بيد ايران، اي شيء يريد يصير بالعراق اذا ما توافق عليه ايران ما يصير نهائيا. الشعب يعرف والعالم يعرف، فكافي تضحكون على نفسكم، الشعب عرفكم يا اخي، والله كافي. بعدين يعني نبقى نعيدها ونكررها ونقولها، يعني كل هذا اللي دا يصير والشعب دا يشوفه مساكت، يا أخي إلى متى أنت تبقى ساكت؟ وقت راح تسترد حقوقك منهم وأنت دا تشوفهم دا ينتهكون كل حقوقك؟ ما خلوا شيء ما دمروا بالبلد. نعم. أنت قاعد وأولادك وزوجتك وأطفالك كلهم بالعشوائيات وبصفايح مال سنك، وهم يعيشون بالقصور ومستولين على المليارات وأنت كاتلك الضيم. زين أبو ناصر، أبو ناصر، بعد ثلاث أسابيع لو افترضنا أنه وظلوا الجماعة مشلبين مع جانب إيران، لو افترضنا لم يصل الأمر إلى حل، يعني بهذا الأمر إحنا العملة العراقية اللي هي أصلاً مضروبة راح تقل قيمتها بعد أكثر وأكثر، أسعار المواد الغذائية هو مو من باب التخويف الناس لا، لكن إحنا هذه وقائع وهذا حال، انه اعطوا للعراق، واشنطن اعطت للعراق 45 يوم، كان قالت لا انت مستثنى نهائيا. بهاي الحاله راح ترتفع يعني اسعار الوقود، راح ترتفع اسعار المواد الغذائيه، هذا كله ضرر على المواطن. هنا الحكومه هي هسه وقبل سنه وقبل سنتين وقبل 10 سنين ما وفرت للمواطن العراقي ابسط مقومات الحياه. زين اذا صارت هذه العقوبات واقعه على العراق، ايش راح يصير برايك؟ هو شو وقت اهتمت الحكومه العراقيه بالشعب العراقي استاذ عمر؟ نعم. شو وقت اهتمت له حتى هسه تهتم له؟ هاي كلها نتائجها راح يتحملها المواطن العراقي اللي هو بالاساس ما متحمل الواقع اللي هسه دا يعيشه. طيب اذا انفرضت عقوبات على العراق شلون راح يصير الوضع؟ منو يتحملها؟ يتحملها السياسي لو البرلماني لو المعمم؟ ما حد يتحملها غير بس المواطن العراقي. وهم بالاساس ما مهتمين بالمواطن العراقي، يقول لك خل ده يروح الى جهنم، انا شو لي علاقه بي اذا انا دا اخذ الراتب مالي والمخصصات مالتي وانا عايش بقصور وانا كل شيء متوفر لي، شو لي علاقه بالمواطن؟ هم ما جايين لخدمه المواطن استاذ عمر، هم جايين لخدمه اسيادهم الايرانيين، يردوا لهم الجميل لما استقبلوهم هناك وقعدوهم. والمشكله انه قاموا يحاربون شعبنا ويحاربون جيشنا اللي موجودين هسه بالعمليه السياسيه. يا أخي يا شعب افهم بأن اللي داي حكمك هسه هو اللي كان يقتل ابنك وكان يقتل أخوك وكان يقتل أبوك، وهسه داي يتحكم بيك. يعني إلى متى أنت تبقى ساكت عليهم؟ هذا السؤال اللي نظل نطرحه ونتمنى من الشعب العراقي أن يثور ضد هاي الطغمة الفاسدة اللي إذا بقت لا سامح الله مستمرة بالسيطرة على العراق ومسلطة على رقاب الشعب العراقي، فما راح تقوم للعراق قائمة نهائيا. نعم، أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة أنا أسأل سؤال،
من جاب إيران إلى العراق؟ من جابها؟ هي أمريكا، هي دخلت، هي مهلت إيران، مهلت الطريق إلى أمريكا حتى تدخل إلى العراق. فهم اثنينهم زمرة متفاهمة بينهم، هم عملاء إيران وأمريكا، عملاء على الشعب العراقي، على العراق، ودمروا ما دمروا به. فيا اصحوا يا شعب العراق، اصحوا انه يعني العدو مالتكم عدو واحد، امريكي ايراني، امريكي ايراني. اصحوا يا شعب، قوموا وفكروا باولادكم واولاد اولادكم، شو راح يصير؟ ما يصير. ده الايرانيين خشوا ودمروا ما في الكفايه، وامريكا خشت وباغت ودمرت ما في الكفايه. فهاي مضحكه، هاي مضحوكه على الشعوب، على الشعب العراقي. يعني انا اتصور انه امريكا وايران يصورون الشعب العراقي عقولهم ضعيفه ما تستوعب هذا الشيء. لكن لا، انا اقول الشعب العراقي هو اذكى شعب في العالم. فلماذا لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الجبن؟ لماذا هذا يعني التوقف عن ارادتكم القويه؟ وليش ما تحاربون عن مستقبلكم، مستقبل اولادكم، مستقبل هذا الجيل اللي راح يجي؟ شو راح يعيش؟ شوفوا انه دمرت كل الدول، مدن الموصل وكل الدول والبصرة وكلها هاي قدامكم تشوفون انه متدمرة، ودا يدمرون ودا يسوون الفقر والجوع وكل شيء في العراق. فاصحوا يا عراقيين، خلي صرعكم في الذكاء شويه، خلي صرعكم في الاتحاد، قوه قويه من الطرفين، من السنه والشيعه والكرد والمسيح وكل الاطياف. أنا أشكرك أم أزهار من بغداد كانت معنا. خلونا نقرأ في الدقيقتين الأخيرة رسالة واتساب. يقول: السلام عليكم أخي. يقول: العقوبات على إيران فقط لعبة على الشعب العراقي، لعبة على الشعب العراقي حتى لا يصير إعمار أو تحسين للخدمات في العراق، وأولاد الفقراء يروحون ينتمون إلى الميليشيات. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم أخي، هي إيران دولة مجرمة وقتلت الشعب العراقي عن طريق أتباعها وأعوانها من الميليشيات والأحزاب الدينية في العراق، ودمرت الزراعة والصناعة والاقتصاد العراقي. يجب على كل عراقي شريف أن يقاطع هذه الدولة المجرمة. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم، احنا عندنا عصابة حكومة تريد تأخذ كأس العالم بالفساد، وعندهم مشجعين من الشعب العراقي، عندهم مشجعين من الشعب العراقي المستفادين من الفساد وفلوس الفساد. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول موضوع العقوبات الأمريكية على إيران. بالتحديد تحدثنا هناك 3 أسابيع تفصلنا عن المهلة الأمريكية التي أعطيت إلى الحكومة في العراق، وهي مدة 45 يوم. بعد تقريبا 3 أسابيع تنتهي هذه المدة. بعد هذه المدة سوف يدخل العراق ضمن الدول التي لم تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.